خلينا نشوف التقرير التالي يتحدث عن الهدافين، صدارة الهدافين، وكيف تغلب اللاعبون المحترفون على اللاعبون واللاعبين المحليين. تابع. الهداف عملة نادرة، ولعله الرقم الوحيد الذي تبحث عنه الأندية جميعها. وفي دوري زين السعودي لهذا العام يبدو التنافس على أشده بين العديد من النجوم للمنافسة على اللقب الغالي. فبالنظر للائحة ترتيب الهدافين نجد أن البرازيلي فيكتور سيموس يتصدر القائمة بفارق جيد عن أقرب منافسيه، فخمسة عشر هدفا محصلة السفاح، يقابلها السعودي ناصر الشمراني بعشرة أهداف في المركز الثاني، وهو السعودي الوحيد في قائمة الأربعة الأوائل. يتساوى معه في ذات الرصيد محترف الهلال المغربي يوسف العربي. وفي المركز الثالث يأتي الأرجنتيني سبيستيان تيغالي المهاجم الاتفاقي بتسعة أهداف، كان آخرها أمام نجران. وفي المركز الرابع يتساوى ثلاثة لاعبين بثمانية أهداف، فالجزائري الحاج بوغاش الذي غاب عن التهديف طويلا، ثم النجم المبدع حمدان الحمدان مهاجم فريق الفتح وصاحب التميز هذا الموسم. ويأتي نجم النصر المتجدد والمنطلق بقوة محمد السهلاوي منافسا بعد تسجيله لعدد من الأهداف خلال الجولات الأخيرة. إذن نحن أمام منافسة سعودية أجنبية للحصول على لقب الهداف، فأربعة محترفين أجانب يواجهون ثلاثة من اللاعبين السعوديين، وبالتأكيد فإن الجولات القادمة ستكشف حقيقة هذه المنافسة. الهدافين أبو عبد الرحمن، أنا أعتقد أنه فعلا يعني التقرير كان جميل جدا ومميز، وصف فعلا الهدافين، وحتى أنه كان فعلا تسلسل من حيث الترتيب، يعني أعتقد أنه استحقاق فيكتور مميز جدا. لكن النقطة الأهم هو فيكتور يملك يعني لاعب آخر قادر فعلا أن يوجده كهداف، وهو عماد الحسني. هذا اللاعب فعلا يمثل أيضا صانع لعب بإضافة إلى كوماتشو، فأعتقد أنه مثل هذه الأدوات تساعد اللاعب على التميز والحضور بمثاليه، مما يحقق الناتج ايجابي لمصلحه فريقه. اللاعبين السعوديين وينهم طيب؟ لا شك اغلب المشاكل الموجوده في بعض الانديه. احنا دائما عندنا يعني بعض المدربين يوجد لك مشكله كبيره جدا، لا يستفيد يعني بشكل كامل، او انه يحاول قدر المستطاع من صناعه نجم قادر انه يكون هداف او كصانع اهداف للمهاجمين. للجميع ان تستفيد من النجم، ولكن الاجمل ان تصنع نجم، لكن هذه مشكله كبيره موجوده. انا اعتقد انه عدم وجود المدربين اللي يهتموا بهذا الجانب، اعتقد هذه مثلت اشكاليه كبيره. ابو احمد، لما نتذكر اللاعبين السعوديين نتذكر فتره الاصابات في تصفيات كاس العالم، احنا يعني مباراه السعوديه والبحرين لعبناها، اذكر معلومه من المعلومات اللي كانت تقول انه ما في ولا واحد من اللاعب هذيك المباراه سجل هدف في المباراة اللي قبل البحرين. يعني احنا نذكر في هذيك الفترة هزازي، عبد عطيف، صالح بشير، يعني فترة من لعيبة إصابات، صالح بشير، نايف هزازي، سعد الحارثي، ناصر الشمراني، رباط صليبي، ياسر قحطاني وقتها كان عنده إصابة تأثر عليه كثير، مالك معاذ كان عنده إصابة تروح وتجي عليه كثير. هذا الموضوع هو اللي غيب اللاعب السعودي عن الواجهة التهديفية، ولا أساسا ما في صانع لعب، ولا وش الموضوع؟ كيف تشوف؟ الإصابات بالفعل هي مؤثر، دور مؤثر في غياب اللاعبين في ذاك الوقت، بسبب اللي هو الإرهاق والبرمجة اللي غير جيدة بشكل عام، سواء مع المنتخب أو مع الأندية، واختلاف التدريب وضعف التدريب في المنتخب، هذه لها عوامل مؤثرة جدا في إصاباتهم. لكن هذا الموسم يعني مثلا هزازي لم يلعب كثيرا مع الاتحاد كرأس حربة حقيقي، نايف هزازي، لانه تذكر في بدايه الدوري كان يلعب زيايه اساسي وغيب يعني بفعل المدرب، وهذه نقطه مهمه جدا، والا هزازي هو من اللاعبين المهمين جدا تهديفا، سواء بالراس بالقدمين، يعني ولو كان حاضر من البدايه اعتقد انه كان ينافس. السهلاوي غاب نهائيا، ما حضر في الاونه الاخيره، والسهلاوي ايضا من اللاعبين المميزين. محياني لم يحظى بثقه المدرب كلاعب اساسي، والا لربما كان نافس. اضف الى ذلك انه كل الانديه تقريبا يعني ركزت على لابد من وجود مهاجم اجنبي، يعني لا يمكن تجد فريق سعودي بدون مهاجم اجنبي، وبالتالي سيلعب، بالتالي الحظ له اكثر. هذه من الاشياء، وطبعا لم يبرز حتى الان مثلا هدافين جدد، ولا يمكن، ولا اعتقد انه سيبرز احد في المرحله المقبله. في نقطه تركي انا احب اضيفها ايضا، محمد السهلاوي انا شفته عن قرب، هو حقيقه تواجد
يعني من أشباه الفرص، ومع ذلك قدم نفسه بشكل جميل. يعني ما يعيب حقيقة على عدم ظهور اللاعب السعودي، أعتقد أنه عدم وجود صانع اللعب اللي فعلا يستطيع أن يضع المهاجم في 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 وضع جدا مميز، قادر فعلا أن يسجل. يملكون الحس التهديفي، عندنا مهاجمين سعوديين جدا مميزين وهدافين، يوسف السالم، نايف هزازي، محمد السهلاوي، لكن المشكلة يعني حمدان الحمدان في 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 الفتح. أنا أعتقد أنه الإشكالية هي في إيجاد صانع لعب يستطيع أيضا أنه يوجد حلول للمهاجم من حيث التسجيل، وأنا أعتقد هذا ما وضح من خلال فيكتور وعماد الحسن. أعتقد عماد ممثل صانع لعب أكثر منه مهاجم. نعم. فاصل قصير بعده نعود، بعد الفاصل سنتحدث مع أبو عبد الرحمن عن الأوضاع المصرية.